بسم الله. تمارين حول درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 16. المستوى منسوب إلى معلم متعامد OEG. حل مبيانيا النظمة التالية: ناقص 3x زائد 2y يساوي ناقص 10، ثم 5x ناقص 6y يساوي 14. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه، سنلتقي بعد لحظات لتصحيحه معا. يلا قم بالمحاولة. يلا لنبدأ الجواب معا. سوف نحل هذه النظمة مبيانيا، أي اعتمادا على الشكل الهندسي. إكس وإيغريغ عددان حقيقيان، عندنا النظمة ناقص 3X زائد 2Y يساوي ناقص 10، ثم 5X ناقص 6Y يساوي 14. يلا ما هي الخطوة التالية؟ نعم، لنضع دلتا دل المعادلة ناقص 3X زائد 2Y يساوي ناقص 10، ثم دي مستقيم دل المعادلة 5x ناقص 6y يساوي 14، ثم نحدد الصيغة المختصرة لكل من دلتا والد. لدينا أو لنضع د المعادلة ناقص 3x زائد 2y يساوي ناقص 10، و دلتا د المعادلة 5x ناقص 6y يساوي 14 هكذا. ثم سنحدد الصيغة المختصرة لكل من دلتا والد، ولنحدد الصيغة المختصرة لمعادلة الدي عند انتقال حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. الطرف الثاني إلى الطرف الأول يساوي 5x ناقص 14، ثم نواصل، يعني y يساوي 3 على 2x ناقص 10 على 2، و y تساوي ماذا؟ نعم تساوي 5 على 6 إكس ناقص 14 على 6. هنا ما غاش نختزل القيمة 10 على 2، وكذلك لن أختزل القيمة 14 على 6 لكي تسهل علي عملية اختيار نقطتين A و B من المستقيم D، واختيار نقطتين E و F من المستقيم دلتا. أتولي هذه العملية سهلة إلى ما اختزلت، سترى بعد قليل غادي نختار نقطتين من دي ونقطتين من دلتا لتسهيل عملية إنشاء الشكل الهندسي، أو لضرورة بطبيعة الحال لضرورة رسم المستقيم دي وكذلك رسم المستقيم دلتا، لأنه كما تعلم لإنشاء مستقيم نحتاج إلى نقطتين مختلفتين منه. يلا الآن سوف نحدد إحداثية النقطة A. مثلا لنضع XA يساوي 0. يلا إذا اخترنا الأصول نقطة A هو 0، كم سيساوي أرتوبها؟ مع العلم أن النقطة A تنتمي لمستقيم D. يلا سنعوض X بصفر، إذن 3 على 2 في 0 أي 0، ناقص 10 على 2 أي ناقص كم؟ نعم ناقص 5. يلا الآن نعطيه النقطة B الأفصول مثلا 2، 3 في 2 تساوي كم؟ نعم تساوي 6، و 6 ناقص 10 يساوي ناقص 4، وناقص 4 على 2 تساوي ناقص 2، واضح؟ إذا اخترنا XE يساوي ناقص 2، فإن YE أي أرتوب النقطة E يساوي 5 في ناقص 2 أي ناقص 10 ناقص 14
تساوي ناقص 24 على 6 تساوي ناقص 4. وإذا اخترنا أفصول النقطة F هو 4 فإن أرتبها هو 5 على 6 في 4 ناقص 14، 5 في 4 أي 20 ناقص 14 تساوي 6، و 6 على 6 تساوي 1. إذن كما ترى حددنا إحداثيتي كل من E و F. يلا نشوف الشكل الآن. يلا نمثلوا النقطة الأولى أ. أ ذات الإحداثيتين 0 وناقص 5 كما تراها في الشكل. إذا النقطة أ كاينة هنا، غنوضعوا المكان ديالها. إذا هذا هو مكان النقطة أ. غادي نطلع الشكل شوية باش تبان، ولا نصغرو هكذا. إذن كما ترى إحداثيتي أ هما 0 وناقص 5. نمشيو لـ B. نقطة B ذات الإحداثيتي 2 وناقص 2، إذن الأفصول 2 والأرتوب ناقص 2. إذن نقطة B كاينة هنا. الآن ننشئ المستقيم AB، المستقيم D. نبدأ بالنقطة E ذات الإحداثيتي ناقص 2 وناقص 4. غادي نختار شي لون آخر للمستقيم دلتا. أفصول ناقص 2 والأرتوب ناقص 4. إذن نقطة E هي هذه، ثم النقطة F ذات الإحداثيتين 4 1. إذن كما ترى من خلال الشكل D ودلتا يتلاقيان في نقطة واحدة واضحة في الشكل، ما هي؟ صحيح هذه نقطة، هي ما هم إحداثيتيها؟ نعم إحداثيتيها هما 4 و1. احنا غادي نكبروا الصورة وغادي يبرز لنا الإحداثيات. احطي إحداثيتي النقطة F هما 4 و1. إذن الزوج المكون من 4 و1 هو الحل الوحيد لهذه النظمة. طبقين؟ يلا نكتب ذلك. الزوج 4 و1 هو الحل الوحيد لهذه النظمة. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.